لحد مواليد 2000. وبقول ليه من 97؟ لان كل ده الجيل اللي كان، لان انا عندي عمر رضوان 97، عمر صلاح 98، محمد صبحي 99، مصطفى شوبير 2000، ما بينهم كلهم بقى، اذا كان محمود جاد على صبحي سليمان على مش عارف ايه، بين 97 و98 الاعمار السنيه. فلا في جيل محترم جدا موجود وهيطلع للكره المصريه بشكل كويس قوي كمان. يعني الحمد لله من ضمن الحاجات اللي هي بتسعدنا انا كاسامه عبد الكريم ان في جيل، ان احنا قدرنا، يعني مش عايز اقول لك، يعني مثلا كان في مكالمه امبارح طويله بيني وبين محمود جاد بعد ماتش الزمالك. اه طبعا محمود ده من واحد من ولادي، يعني مش جدا، وادى بشكل كويس جدا، وحد من ولادي اللي كان معايا في منتخب الناشئين، وكان بيلعب على عمر صلاح في المنتخب الناشئين. لا ما هو كسب بقى في الاخر، الكره كانت قويه، انما 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 كان من ضمن الكلام اللي بيقولوه لي الاجوان بقى، مش محمود لوحده، كل الاجوان في المحاصيل على التواصل كامل مع بعض، هم نفسهم سعداء ان وبيقعدوا بامان الحمد لله، بيدعوا لي ان بقى في جيل، او احنا قدرنا نساعد جيل كلنا مع بعض ان يبقى في جيل لحراس المرمى الناس بتتكلم عنه كويس للكره. بص يا هشام، سؤال جميل جدا، وانما عايز اقول لك نقطه مهمه. محمد الشناوي ده واحد من ولادي، عشان ما حدش يزايد على ايه الكلام اللي هقوله. محمد الشناوي ماشي عمره 20 سنه زيه زي الولاد اللي معايا في سن المرحله دي من ناشئين النادي الاهلي، لاعب معايا سنتين في نادي طلائع الجيش، هو وعماد السيد ومحمد بسام اللي هو جون منتخب. فالثلاثه دول كانوا حراسي انا في 2010. التوقيت ده اعرف ان 2010 الشناوي عنده 31 سنه ومواليد 88، عنده 31 سنه دلوقتي الشناوي، صح كده 31، يعني كان عنده 21 سنه وقت ما انا خدته ولعبته في الدوري الممتاز كحارس للدوري الممتاز لنادي طلائع الجيش، وهو لسه ماشي من شباب النادي الاهلي. فده واحد من ولادي اللي انا ربيته وعلى صله وعلاقه قويه جدا، ومن واحنا في المعسكر بيكلمني ومبسوط جدا بعد صبحي، وحاجه جميله جدا. انما التوقيت بتاع الكلام مين الثلاثه الكبار، هل فيهم حارس مرمى ما مفهومش. انا شخصيا كاسامه، انا وكجهاز ككابتن شوقي، احنا قافلين الموضوع تماما. التوقيت ده حسام توقيت فرحه الناس، مش اللعيبه، توقيت فرحه الناس. احنا مش عايزين نخرج فرحه الشعب والناس والجمهور في اطار الجدل، لان انت عارف احنا في طبيعه الشعب يا اما النص اهلاوي يا اما النص زملكاوي. فانت هتيجي تقول لي الشناوي، هقول لك ايه؟ لا عواد. هتقول لي طب خد شريف اكرام، هقول لك طب ما انا عندي ابو جبل. هتقول لي طب خد علي لطفي، هتقول لي عندي جنش. هنخش ايه في اطارات. ونفس الكلام بالنسبه للعيبه، هتلاقي الجمهور ايه انقسم في الحته دي. لا ده الفرحه هتروح، ده رقم واحد. رقم اتنين، حق اللعيبه دي والحراس دي ان هتفرح بالانجاز اللي هم عملوه لنفسهم. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، احنا لسه البطوله في شهر 7، بطوله الاولمبياد في طوكيو في شهر 7. يعني اليوم اما هنيجي نختار للمعسكر الاخير للبطوله هيبقى في 6، في اواخر 6. فمن هنا لاخر 6 الدوري هيكون تقريبا بيخلص او خلص. هنقعد نشوف الرؤيه، مين لعب، مين بالظبط كده زي ما بيقول محمود، مين جاهز يا حسام، مين مصاب، مين كويس، مين فورمه، مين حلو، مين وحش، مين هيناسبنا. ممكن ما يكون احنا في احتياج للعيبه اكتر من الحارس، ممكن نكون في احتياج في التوقيت ده للحارس اكتر من الموضوع. لسه هيكله ورؤيته لا مش واضحه لحد ولا لينا احنا. واللي يقدر يقول دلوقتي الكلام ده هيبقى بيتهيألي غلطان في الحته دي شويه.